مساء الفل، معكم محمد يونس وفيديو جديد هنتكلم طبعا بالتاكيد على الوضع والاحداث اللي دايره في الشارع المصري. تعالى بقى اقول لك يا جماعه كده الوضع بيقول ايه بالنسبه لي، مخاوف النادي الاهلي بالنسبه لثلاث لعيبه مصابه بنسبه 90%، صعب جدا ان هم يشاركوا في مباراه القمه المهمه جدا المتميزه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. هنتكلم بالتاكيد على اخر تطورات واستعدادات النادي الاهلي لمباراه القمه في طبعا نهائي كاس مصر. هنتكلم على نادي الزمالك واستعداداته للمباراه، هقول لك على قائمه المستبعدين من مباراه نهائي كاس مصر بالنسبه لجوزيه جوميز، مين المستبعدين بالنسبه للنادي الاهلي طبعا تحت قياده مارسيل كولر، وهل كابتن محمود الخطيب هيسافر او مش هيسافر، النادي الاهلي مستعد ازاي بالنسبه للتدريبات بالنسبه لي في المملكه العربيه السعوديه. كل الامور دي ان شاء الله هنتكلم فيها. نتكلم كمان على حاجه من وجهه نظري مهمه، الاستاذ طبعا محمد ضماطي المتميز جدا، هو رئيس بعثه النادي الاهلي طبعا في المملكه العربيه السعوديه. هتكلم كمان على اختيار المستشار تركي آل الشيخ لحكم مباراه نهائي طبعا كاس مصر، المباراه المهمه المتميزه المرتقبه اللي انا شايفها مهمه جدا جدا جدا. اخر حاجه نتكلم فيها زي طبعا تدخل وزير اشرف صبحي، سياده الوزير اشرف صبحي لحل القصه ما بين كابتن حسام حسن وطبعا المميز نجمنا وفخرنا محمد صلاح، طبعا هيتكلموا عن طريق طبعا تطبيق زوم وهيقربوا وجهات النظر، ومحمد صلاح هيشرح قد ايه او حجم الاصابه بتاعته بالنسبه لي كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن هيتكلم معاه في كل الامور بالخاصه بالمرحله القادمه اللي بيحصل لها، طبيعي يا جماعه طبيعي، لعيبه العالم كلها في بيبقى نجم الاول زي كريستيانو رونالدو مع البرتغال، ميسي مع الارجنتين، امبابي مع طبعا فرنسا، اللعيبه دي كلها يا جماعه محمد صلاح مش اقل منها، لعيب عالمي ولعيب كبير وهو كابتن المنتخب، فلازم طبعا يتعامل معاملة خاصة، فده طبيعي جدا جدا جدا. تعالى بقى نبدأ من اخر حاجة كلمنا فيها محمد صلاح. محمد صلاح تواصل معاه طبعا سيادة الوزير اشرف صبحي، تواصل مع كابتن حسام حسن، حاول ان هو ان شاء الله بكرة هيخشوا هما الاتنين في طبعا مكالمة زي فيديو كول هيتكلموا فيها بالنسبة لحجم إصابة محمد صلاح، وضع محمد صلاح التأهيلي النفسي الذهني البدني. كابتن حسام حسن هيشرح لمحمد صلاح، هيعرفه وضعه ودوره مع المنتخب، ايه الخطة او ايه البلان اللي هيقدر يمشي عليها ان شاء الله الفترة القادمة، الوضع هيمشي ازاي بالنسبة للمنتخب، بعض اختيارات كابتن حسام حسن او طريقة اللعب هيشرحها طبعا او هيتكلم فيها مع محمد صلاح. ده كله كويس، يعني ده كله بيقرب وجهات النظر ما بينه وما بين قائد الفرقة والنجم الاول والملهم بالنسبة لجماهير مصر كلها. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. بذكر لحضراتكم استاذ احمد دياب طبعا يا جماعة اجل مباراة النادي الاهلي مع نادي انبي ب 15 مارس طبعا طلبا لي طبعا او تحقيق طلب الكابتن المتميز جدا كابتن حسام حسن. تجمع يوم 12، خلاص يا جماعه عندنا مباراه صعبه جدا، عندنا بطوله مجمعه في الامارات متميزه جدا مع نيوزيلندا مع كرواتيا مع كمان منتخب تونس، ثلاث مدارس مختلفه تماما عن بعض، احتكاكات قويه احتكاكات مميزه جدا. اللي انا شايفه كمان كابتن حسام حسن هيبقى فيه اكتر من اسم مفاجاه، اول اسم فاجئنا عدم طبعا استدعاء محمد النني. طيب القصه في ايه؟ القصه ان هيبقى فيه بنسبه كبيره مفاجآت، زي مين؟ زي انا شايف حسين الشحات هيبقى له دور المميز جدا، عبد الله السعيد احتمال كبير يبقى له دور في القائمه الاوليه، فانا شايف القائمه الاوليه هيبقى فيها اكتر من لاعب مميز جدا جدا جدا، خاصه في حراسه المرمى. يعني انا شايف عواد ممكن، محمد صبحي ممكن، احمد شناوي ممكن، محمد بسام ممكن، جبل ممكن، فانت بتتكلم في اكتر من اربع خمس حراس الفترة اللي جاية دي منتخب مصر هيضمهم. انا شايف كمان كابتن حسام حسن دايما بيفاجئنا، ممكن يختار حارس مرمى جديد تماما. كل التوفيق لمنتخبنا الوطن. نطلع من المنتخب نخش على نادي الزمالك. النهارده نختتم اخبارنا بالنادي الاهلي. نادي الزمالك في اكتر من اسم مستبعد من جوزيه جوميز زي متيابة اللاعب المميز طبعا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد المميز محمد عاطف، لعيبه مميزه كتير قوي خارج
طبعا السكور في المباراه، زي مين كمان للاصابه، زي محمد عبد الشافي المميز الونش، ففي اكتر من اسم بالنسبه لجوزيه جوميز ومهاب ياسر، يعني لعيبه كتير قوي بالنسبه للصفقات الجديده مش في السكور. يعني انا كان نفسي متيابه ده يبقى له دور، لعيب مميز عن 18 سنه ان شاء الله يبقى له مستقبل كبير مع نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين ان بعثه نادي الزمالك سافرت النهارده، نادي الزمالك هتدرب تدريبتين، تدريبه استشفائيه رئيسيه ومهمه جدا، دي الريكفري بالنسبه للعيبه ان شاء الله على ملعب الفرع طبعا لاول بارك، وان شاء الله التدريبه الاساسيه ان شاء الله يوم الاربع، دي التدريبه الاساسيه او التراي ماتش قبل المباراه. يوم الخميس يا جماعه يبقى تدريب خفيف خالص، زي يعني بيلف حوالين الملعب بيلعب شغل خفيف خالص، يعني بيبدا يتكلم في الفاولات، بيعمل تركات خفيفه، بيحفظ اللعيبه الركنيات، بيحفظ اللعيبه تحركك ازاي في الملعب، بيشرح للعيبه الخطه بتاعته او البلان بتاعه من طبعا على ارضيه الملعب كوضع عملي، بيعمل ازاي الكرات الثابته وازاي اللعيب يتحرك امتى، لما ده يستلم يتحرك امتى، شغل اوفر لابات، يعني كل الكلام ده يا جماعه بيحصل قبل المباراه بيوم، بتبقى تدريبه خفيفه خالص، بيبقى فيها تصويب على المرمى، بيبقى فيها تدريب على ركلات الترجيح، كل ده يا جماعه بيبقى ليله المباراه على ملعب الاول بارك المميز جدا 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 جدا، استاد عالمي، تخيل معايا 42 كاميرا، حاجه كبيره قوي، حاجه مميزه أوي بالنسبة طبعا للتقنيات المميزة والحديثة اللي عاملها المستشار تركي آل الشيخ. نتكلم بقى بالنسبة لنادي الأهلي، في مخاوف كبيرة جدا يا جماعة من إدارة النادي الأهلي، من لعيبة النادي الأهلي، من جماهير النادي الأهلي، دي أكتر حاجة النادي الأهلي متخوف منها، إصابة أسامة أبو علي، إصابة كوكا، إصابة كريم نيدفيد، استبعاد كهربا، كل دي لعيبة مؤثرة جدا بالنسبة لي النادي الاهلي، كل اللعيبه دي احتماليه لعبهم ضعيفه، كهربا احتمال كبير بنسبه 90% يبقى فيه استبعاد فني، مارسيل كولر بيقومه عشان يرجع يفوق ويرجع كهربا اللي كان مكسر الدنيا مع مارسيل كولر، دي واحد. اتنين بالنسبه لي كريم نيدفيد عنده الام في العضله الضمه، كريم نيدفيد لعيب كبير ولعيب في التكتيك هايل، لعيب مميز جدا وعنده مرونه غير عاديه بالنسبه للتكتيك بتاعه، لعيب متميز جدا جدا جدا، شايفه مستقبل للنادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان اتكلم عليها وسام ابو علي، قصه وسام ابو علي يا جماعه افهمك الوضع ماشي ازاي. النادي الاهلي عنده مدرب احمال، وذكرت لحضراتكم قبل كده بدل مره 1000 يا جماعه، مدرب الاحمال لازم كده يبقى عنده ال 30 لاعب، عارف ان وسام ابو علي لجرعه معينه من الاحمال، حسين الشحات لجرعه معينه من الاحمال، علي معلول لجرعه معينه من الاحمال، ليه يا جماعه؟ لان ما تقنعنيش ان مثلا كريم الدبيس اللي عنده 19 سنه وعلي معلول عنده 35 سنه، معدل التحمل البدني لعضلته والوضعه والوضع التشريحي بتاعه وقوه عضلاته للوضع الجسماني والبدني هيبقوا زي بعض. ده طبيعي. طبيعي يعني العضله يا جماعه بعد السن ال 35 بيحصل لها حاجه زي اسمها ارتخاء، لعيب الكوره تفهم الكلام ده كله، فاللعيب اللي عنده باور، اللي عنده حميه، اللي لسه في مكتمل وضعه بالنسبه لتكوينه البدني والجسماني استحاله هيبقى معدل سرعاته زي اللعيب الكبير، فالقصه بتقول ايه؟ ان اسامه ابو علي يا جماعه اللعيب اللي انا شايفه متميز جدا جدا جدا، القصه كلها ان هو اتداس عليه شويه في الاحمال فعشان كده اتصاب، ان شاء الله يرجع او يلحق المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق للنادي الزمالك.